الكرام، من جديد اليوم وقفة احتجاجية في عموم المحافظات العراقية وبمشاركة آلاف الطلبة وبكافة الفئات العمرية، تثمينا لما قدمه الشاب العراقي من تضحيات، تثمينا لما قدمه هذا الجيل لهذا الوطن لمستقبل أفضل، وما قدمه عوائلهم في سبيل هذه القضية والتجديد على سلمية هذه الانتفاضة وسلمية الاعتصام والتظاهر، وحتى لا تروح أرواح ودماء الشهداء في مهب الريح. يشددون بأنه لا حزن بعد اليوم، أولادنا وشبابنا راحت، ولكن بأنه القضية قدم روحه في سبيل بأنه الأجيال القادمة تطمح بمستقبل أفضل. نزل للشارع في سبيل سرد الحقوق، نزل للشارع حتى يعيش معزز مكرم. فبالتالي رسالة الشعب اليوم بسلمية التظاهر، بسلمية الاعتصام، بالانتفاضة اللي يتحدث عنها الشارع العراقي اليوم واللي مستمرة بسلميتها لحين استرداد المطالب والحقوق. إذا متابعينا الكرام ننتقل لهذا الفاصل، من بعدها نستقبل آراءكم ومقترحاتكم، فلنتابع. أهلا بكم متابعينا الكرام من جديد، والرحمة لشهداء العراق، وتمنياتنا بالشفاء العاجل تمنياتنا عفوا بالشفاء العاجل للجرحى.
بداية متابعينا الكرام ننوه في بداية الحلقة بإمكانكم المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليق على عنوان الحلقة المرفق في صفحة أغلبية صامتة، وأيضا بإمكانكم التعليق عبر تويتر، والمشاركة والاتصال بالتواصل عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. أيضا متابعينا الكرام بإمكانكم إرسال آراءكم ومقترحاتكم والصور ومقاطع الفيديو بالتواصل عبر التليجرام، وبإمكانكم مشاهدة البث المباشر عبر صفحة أغلبية صامتة وصفحة تلفزيون الشرقية. أكثر من 400 شهيد وما يقارب 20,000 جريح، ومن بينهم 3,000 حالة إعاقة، بالإضافة إلى الحالات والقصص المؤلمة لقضية وطن، لقضية شباب أسموهم فيما وقت سابق بالمياعة أو بجيل البوبجي وبمسميات هواية. هذا الجيل اليوم دا يواجه الرصاص، دا يواجه الانتهاك، دا يواجه العنف في سبيل هذا الوطن. هذا الجيل قدم ما عجزت عنا الأجيال السابقة من تضحيات، من حب للوطن، من إعادة الهوية العراقية منذ انطلاقها في 1 تشرين حد هذه اللحظة بين المجتمع. اليوم نعجز مهما تحدثنا ومهما حكينا، نعجز عن وصف الروح الوطنية والتضحيات اللي دي قدموها شبابنا اليوم في الشارع بكل سلمية. متابعينا الكرام نأخذ أول اتصال من الناصرية. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. سارة، أول شيء أعزي أنفسنا ونعزي الشعب العراقي بما حصل في تظاهرات الناصرية والنجف. وثاني شيء أنا أحب أوجه كلمة لكل الناس واللي كل قاعد يشككون بتظاهراتنا. أول شيء قالوا إنه داخلين هسه الناصرية على أساس جايين على مو سجن الحوت، أو يعني عندهم ظواهر أو إنهم مندسين أو أرهاب. ثاني شيء إحنا شبابنا راحت حمد سجن الحوت، وإحنا شيوخنا وقفت فتحت الشرطة وفتحت المخارج والمداخل مع الناصرية، والناصرية مستتبة، بس الحزن بكل بيت صاير، الحزن بالسماء، الحزن بوجوهنا، الحزن حتى فرحة ما عدنا، حتى من صارت استقالة ما فرحنا بالشير. يعني إحنا كافي تعبنا وما نسكت بس باستقالة عادل عبد المهدي. طيب ما نسكت بعد اليوم تم قبول الاستقالة أخت سارة، يعني تم قبول الاستقالة. الشعب اليوم يقول بأنه ربحنا المعركة، بس الحرب مستمرة ضد الفساد وأيضا بالتغيير لمستقبل أفضل. ومنو راح يجيب بداله؟ راح هم يخلونهم واحد ثاني. نفس الشيء جميل الشمالي راح ينعدم وينعدم بنفس الجسر اللي قتل به شبابنا. هذا الموضوع يعني متروك للقضاء اخت سارة. اي بس احنا لازم نوقف وقفه صحيحه. شبابنا راحت، شبابنا تعبت، احنا وضعنا تعب، دوامات ماكو لحد هسه، وضعنا متأزم يعني تشندوب يا وقت. بس بدي اعرف انا اعطونا فتره، تعبنا وكافي، واشنا واقفين ولحد يشكك بثورتنا ولحد يحكي علينا ولحد يقول مندسين، وما اريد اي واحد يحكي على ثورتنا. طيب تحياتنا لك ونشكر متابعتك واتصالك. ايضا متابعينا الكرام بدايه نتابع هذه اللقطات من العاصمه بغداد وعدد من المحافظات العراقيه، وبالاخص منها الناصريه، النجف، كربلاء، بغداد. طلبه الجامعات اليوم اللي نزلوا للشارع بوقفه حداد بتضامنا مع المحتجين ولقضيه الوطن وحدادا على ارواح الشهداء. خلونا نتابع من بعدها. Come on, come on.
أهلا بكم متابعينا الكرام من جديد. عندنا اتصال من محافظة البصرة. حازم مساء الخير. السلام عليكم. تحية لك سيد عمر. تحياتنا. الرحمة والرضوان لشهدائنا الأبرار. نعم. والشفاء العاجل لمرضانا. بالبداية اقترح إدارة القناة تغيير اسم البرنامج الأغلبية الصامتة، كون أن الأغلبية الصامتة قد خرجت عن صمتها. نعم. ونطقت وسعت بهذه التظاهرة الكبيرة لتغيير النظام السياسي بالكامل، فالأغلبية الصامتة أصبحت ناطقة. نعم. هذا من جانب. من جانب ثاني احنا نتكلم عن السلمية، يعني ندعو الشباب إلى السلمية، لكن هذه السلمية ما تتعلق فقط بالمتظاهرين. القوات الأمنية تتحمل جزء كبير للحفاظ على هذه السلمية. قمع المتظاهرين بهذا الشكل يخرج السلمية عن سلميتها، المتظاهرين يخرجون عن سلميتهم بسبب قمع هؤلاء المتظاهرين. نعرف أن المتظاهرين هم شباب، وهذا عنفوان الشباب يدفعهم أحيانا بسبب اضطهادهم وقمعهم إلى الخروج عن السلمية، ولكن حتى هذا الخروج لا يتحمله المتظاهر برأيي القاصر. نعم. حازم، اليوم يوم شهيد. نعم. واللي تزامن مع ما قدم شباب العراق اليوم والساعة القليلة الماضية من تضحيات من دماء سالت في الناصرية وفي النجف وفي المحافظات العراقية الثانية، تعتقد إلى متى يدفع المواطن العراقي الدم ثمن لحريته، يدفع مستقبله وحياته؟ وبالتالي يعني اليوم إذا أو نزل الشارع فروحا سرقت. بمناسبة اليوم الشهيد، هذا يوم الشهيد يوم 1/12، بعد أن انتهت التأبين بهذا اليوم الذي كنا نحتفل فيه في الماضي. نعم. ونقرأ الفاتحة في مثل هذا اليوم على شهدائنا الأبرار، أصبح يوم الشهيد في 1/12 وكأنه شبه معدوم، وكانت تسييس يوم الشهيد إلى نسيان هذا الشهيد الذي ضحى من أجل الوطن. أما بالنسبة لشهداء التظاهرات، شهداء التظاهرات هم الذين في الحقيقة رفعوا رؤوسنا، رغم أنهم أبنائنا، ولكن رفعوا رؤوس كانت قد طأطأت هذه الرؤوس. وهؤلاء الشباب هم الذين رفعوا هذه الرؤوس بدماءهم، بتضحياتهم، بعنادهم، بجبروت هذه التظاهرات التي هزت العروش. طيب. الشهداء الذين يدفعون هذا الثمن هم حازم اليوم الشارع يقول بأنه احنا سنوات نقاتل، قدمنا هواية من أولادنا في الحروب، أزمات، بحصار، بالتالي اليوم هاي التضحيات ما بعد 2003 راحت. الحرية لا تأتي بدون ضرائب. طيب. يجب أن تكون هناك ضرائب. أنا أقول وأنت تقول والكل يقول كفانا دماء، ولكن كفانا دماء، هل نقبل بالقمع؟ هل نقبل بالاضطهاد؟ على مدى التاريخ في كل شعوب العالم، الشعوب التي تحررت كان ثمن هذا التحرر هي الدماء. لا توجد حرية بدون دماء. كلما سفك الدم العراقي سوف يهتز أكثر عرش هؤلاء الطبقة السياسية. فالدماء يجب أن تكون حتى نتخلص من هذا الوحش القابع على صدر العراق. نعم. تحياتنا لك حازم ولأهالي البصرة، ونشكر محافظة بابل أو من كركوك. مساء الخير أحمد. سعد عمر، شلونك؟ تحياتنا لك. أخبارك؟ الله يبارك فيك أحمد. تحياتنا لك ولأهالي كركوك. متأسفين على هذا الخبر. أي خبر أحمد؟ للأسف انقطع الاتصال أحمد، نتمنى بأن تعود المشاركة والاتصال مرة أخرى. اليوم الشارع العراقي بحديثه بما يدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا بالتعليقات الخاصة بصفحة البرنامج، بأنه بعد هذه الأعداد وبعد هذه الدماء حكومتنا اليوم كسبائر وفاقدة للشرعية، وبالتالي بإقالة رئيس الوزراء العراقي من سيتسنم المنصب من بعده، شنو اللي راح يقدر يقدمه إذا كانت الحكومة مختطفة حزبيا؟ فبالتالي
بأنه الإصرار والثبات والشارع العراقي يزداد كثافة يوم بعد آخر، كلما مثل ما قال حازم كلما سالت الدماء كلما اهتزت عروش الفاسدين، كلما الطريق أو قطعنا شوط كبير، فبالتالي الطريق أو اليوم الذي سيحتفل به العراقيين بالنصر بهذا الوطن، باسترداد الوطن، بمستقبل أفضل، ببناء هذا الوطن قريب. عندنا اتصال آخر، أبو محمد من الناصرية. مساء الخير أبو محمد. أبو محمد نصلنا صوت التلفزيون، اسمعني عن طريق الهاتف حتى لا ينقطع الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم أخي. عليكم السلام أبو محمد. شو أخي عظم الله. تحياتنا لك. بمصاب هاي أهل الناصرية وشهداء ابن أبو بن عمي. نعم. نعم أبو محمد. نصلنا صوت التلفزيون أبو محمد، للأسف انقطع الاتصال. عندنا اتصال آخر. مصطفى مساء الخير مصطفى. مصطفى السلام عليكم. تحياتنا لك. نصلنا صوت التلفزيون مصطفى. السلام عليكم. نصلنا صوت التلفزيون مصطفى حتى لا ينقطع الاتصال. أستاذ عمر أرد أحب أنور على على شغله بالناصري. نعم. مسيت استاذ عمر. نعم. الاستاذ من انا سايق اشتغل على طريق كربلاء ناصريه. نعم. هناك من نروح للناصريه يعني مظاهرات سلميه. طيب. وجاي نشوف بعيون وشباب حلوين مرتبين جاي يطلعون مظاهرات وما عندهم اي عنف اي شغب، يعني انا شاهد عيان بالناصرية والله العظيم أقسم بالله شرفي جاي أشوف أحلى صور يقدموها المتظاهرين. زي. بس هناك هاي قوات الشغب اللي هم جاي يتقدمون على المتظاهرين بساحات الاعتصام، يعني متظاهرين سلميين واقفين بمكاناتهم وجاي يتقدمون عليهم الشغب وقوات أمنية ما نعرفهم وما شايفينهم إحنا بالشارع أصلا، يعني شي لابس مرقط، شي لابس أسود، شي لابس جيش ما تعرفهم، يعني قوات مشتركة مثل ما وما تعرف إذا كانت هاي نظامية أو مو نظامية. نعم بالضبط ما نعرف نظامية أو مو نظامية، هاي القوات هي اللي جاي تتحرك، يعني إحنا بالناصرية بالقراج ويعبرون علينا من يم القراج، هاي القوات الأمنية يروحون على جسر الزيتون وجسر الحضارات وجسر النصر، هم اللي يبدون الحرشة بالمتظاهرين. متظاهر واقف لازم علم واقف بالشارع وسلمي وقدم ماي طعام ويساعد المواطن، يعني احنا عندنا سيارات ونعبر يساعدونا بالطريق يفتحون الشارع ننقل زوار نروح لاهاليتنا اقاربنا، والله العظيم ما عندهم اي شغل، بس الجيش هي تصير ساعه بالاربعه العصر بالثلاثه مرات بالخمسه وهي تشتغل لك عليهم رمي دخانيات اطلاقات حيه، يعني يوقعنا يمنا يم سياراتنا احنا مسافه عن المتظاهرين. ساحه الحبوبي ولا بتقاطع البهو هذا اللي تحكي عنه؟ لا مو بتقاطع البهو، ساحه الحبوبي، ساحه الحبوبي ما يقدر يوصلها الجيش لان شنو نخليها لهم، يعني شلون نقول مثلا نخليها الجيش على بهاية سلميه احنا ما واصلين للمتظاهرين، اكو ساحات عده فذول القوات يجون هاي الساحات البعيده عن ساحه الحبوبي، يعني مثل جسر النصر، جسر حضارة، الزيتون، اكو ساحات يمها وسلك يعني ميادين يجون يمهم يتحارشون بهم ويضربوهم وينسحبون، وين يرجعون؟ يرجعون لي ورا، هذا الشيء يسوي يرجع يقطع الشارع المتظاهر، فايش يسوون؟ يتقدمون عليه باطلاقات. طيب. الحي ويرموه، هاي نقطة، النقطة الثانية احب انوه عليها، احنا من يعني محافظات عدة محافظات يعني قراج هو تعرف ومن نروح للناصرية من دقة بالناصرية، فايش اكو دوريات بالريال تجي علي انا، انطيني هويتك، انطيني بطاقة سكنك، من اعطيني اشتغل هنا، اشتغل هنا، يقول لي لا شلون شلون الوضع حاليا بالناصرية مثل ما شفنا بانه بعض العشائر تدخلت، صارت نقاط مشتركة بين العشائر بين قوات الأمن على مداخل حتى المحافظة، اليوم الوضع داخل الناصرية أكو احتكاك، أكو ارتباك، أكو تخوف، خصوصا بأنه قدمتوا ما يقارب 100 شهيدة وأقل من هذا العدد بقليل خلال الساعات الماضية. لا أستاذ عمر، أستاذ عمر الوضع بالناصرية مستتب وأمنيا
ماكو اي خروقات، بس قلت لك هي القوات الامنيه هي اللي تسوي الشغل. نعم. والعشائر عشائرنا كرماء شرفاء اصحاب نخوه ولازمين الناصريه والقوات الامنيه. القوات الامنيه مو اقصد القوات اللي تصير الشغل، لا القوات. طيب وضحت وضحت الصوره، وضحت الصوره. الجهات اليوم اللي قاعد تعتدي على المتظاهرين المسلمين. تحياتنا لك ولهار الناصريه. عندنا اتصال قاسم من باب المساء الخير. مساء الخير استاذ عمر. تحياتنا لك اخ قاسم. من خلال قناة الشرقية. نعم. نعزي أنفسنا ونعزي الشعب العراقي بسقوط هذا الدم الطاهر المطالب بالحق الشرعي المسلوب من قبل السياسيين العراقيين الناهبين ثروات هذه البلد. ما جرى في الناصرية. نعم. هو مذبحة دموية ارتكبها رئيس الوزراء. زين. المتمثل بالحكومة العراقية. زين. وما جرى في النجف ما ارتكبتهم الميليشيات عمار الحكيم بحق هذا الشعب المظلوم، وحبس أكثر من 400 نعم مواطن عراقي متظاهر بحق المسلوب. هذه جريمة يحاقب عليها القانون الدولي. زين. وتعتبر هذه الجرائم التي ارتكبت بالمحافظة مدينة الناصرية العزيزة الذبيحة الجريحة وفي مدينة النجف المقدس مدينة الإمام علي هي مجزرة دموية بحق الشعب العراقي من الجرائم الحرب الذي يعاقب عليها القانون. طيب. ولكن حينما يقول رئيس الوزراء، أنا في الحلقات السابقة تكلمت معك أستاذ عمر، أنا العقيدة الطائر المتقاعد قاسم. تحياتنا لك. وانقطع الاتصال بيننا ونوهت لك قلت لك شكلت هناك نحن عسكريين ولدينا اتصالات، شكلت هناك مجاميع تسمى بالسرية بالسرايا المتجولة. زين. وهذه السرايا المتجولة أطلق عليها واحد منهم هو الفريق الشمري الذي بعث للناصرية وارتكب هذه المجزرة بحق أهالي الناصرية. زين. وبعث عبد الأمير الزيدي إلى محافظة. طيب. بابل بنفس القوة وبنفس العدد. زي. ولكن قائد شرطة بابل القائد البطل اللواء علي قوة والأجهزة المتمثلة وجماهير محافظة بابل وشيوخها ووجهها جلسوا في المتجع بابل وحذروا هذا القائد من دخول محافظة بابل وعدم ارتكابه مزرة. زي. وإذا ارتكب مزرة سيكون الرد من القوات الأمنية والمواطنين عليه. طيب. وغادر محافظة بابل وترك محافظة. نعم. بابل خلال 24 ساعة بعد مجزرة الناصرية. كان مخطط منها من رئيس الوزراء هو ارتكاب أكثر مجزرة وقتل أكثر عدد من المتظاهرين في المحافظات العراقية. اليوم في حال لو تم تبديل رئيس الوزراء، يعني قدم استقالته وتمت الموافقة عليها داخل قبة البرلمان. أخي العزيز. زين. اليوم العزيز. القرارات الحكومية هي مو مسموعة من الجهات الموجودة بالشارع، حتى مسموعة من المرجعية. يعني طالبوا بحق التظاهر السلمي، قالوا بأن التظاهر السلمي حق مشروع ولا ترجعون حتى تستردون حقوقكم. الحكومة العراقية القيادات الأمنية قالت بأن ياب احنا ملتزمين بقواعد الاشتباك، ممنوع اطلاقات الرصاصات الحية، وحتى من ضمنها حتى بدلوا لهم الغاز المسيل للدموع جاب لهم اصدار 2019. فماذا نعرف يعني بأن هاي الجهات اليوم احنا دا نلقي اللوم على فرد واحد، على سيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ولكن هل القضية والملف في أكمل؟ أخي عمر العزيز، نحن ندرك ومقام المرجعية الرشيدة. نعم. مقربين من مكتب السيد السيستاني، لو يتمعن القارئ بفتوى بخطبة الجمعة. نعم. على لسان أحمد الصافي لتبين له أن فتوى السيد السيستاني مبطنة وهي فتوى ضد الفاسدين، كما أفتى الفتوى السابقة الذي حفظت وجه العراق وشرف العراق هي الفتوى الكفاية. نعم. ضد داعش. وهذه فتوى غير علنية، ولكن الشعب أدرك أن فتوى السيد غير علنية سرية حتى لا يسفك أكثر من الدماء. نعم. وقال هو الشعب من يختار حاضره ومستقبله. نعم. الشعب يختار. نعم. ولكن نوه الفتوى السابقة للسيد السيستان قال المجرب لا يجرب، هم فاسدون. طيب. البلد. ولكن هذه فتوى على الحكومة أن تدرك أن الإحصار قادم في بغداد وفي كل المحافظات. نعم. تنزال كما تنزال القمامة في الشوارع. نعم. تحياتنا لك ونتمنى بأن تنشر رسالتك إلى الجهات المعنية إلى المرجعية بالأخص بأن يكون البيانات القادمة شديدة اللهجة وواضحة وأيضا حق الرد مكفول. فاصل وبعدها نكمل. أهلا بكم من جديد. نأخذ اتصال آخر. نعم. إذا متابعينا الكرام، مثل ما عرضنا قبل قليل عدد من اللقطات اليوم
الشارع العراقي برسالة إلى السلطة القضائية، إلى السلطة التشريعية، بأن اليوم الجهات التي تقال إذا كانت عسكرية، إذا كانت من السلطة التنفيذية أو حتى التشريعية بعد رفع الحصانة، يجب أن تحاسب ل 16 سنة اللي مضت. ماذا قدم وشنو اللي صار وين التقصير؟ وعلى ضوء هذا البيان أو اللجنة أو التقرير يتم محاسبة ومحاكمة الجهات المقصرة. عندنا اتصال من الناصرية. مساء الخير أحمد. السلام عليكم. تحياتنا لك أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام أحمد. انت على الهواء مباشرة، نصير لصوت التلفزيون. أحمد نصيري صوت التلفزيون، انت على الهواء مباشرة. للأسف انقطع الاتصال. أحمد من الناصرية، ونتمنى بأن تعاود المشاركة والاتصال مرة أخرى. ملفت عناية مشاهدينا الكرام أثناء الاتصال، نصلنا صوت التلفزيون واسمعونا عن طريق الهاتف حتى لا ينقطع الاتصال. مؤيد من فنلندا، مساء الخير. مساء الخير أستاذ، تحياتي لك وتحياتي للقناة الشرقية وكل العاملين. تحياتنا لك. قبل كل شيء أنا أعزي كل العراقيين على الشهداء. نعم وايد. موضوع الحلقة، إلى متى الشعب تدفع الدم؟ نعم. إذا الوطن تروح من إيدك، مو بس الدم، كل شيء تنطي. طيب. إحنا محتاجين للوطن. الفاسدين الموجودين بالعراق مع الأسف من أول يوم إحنا نتابع الأخبار وخاصة الشرقية، ولا إنسان جاب اسم الموجودين في شمال العراق اللي أكلوا نهبوا قتلوا كل شيء بالعراق، ولا إنسان جاب أسماءهم. هذه أريد أسأل شنو السبب؟ مؤيد. نعم. اليوم الشعب هو مصدر السلطة، واليوم هو على باب بأنه يسوي استفتاء لاختيار أو لتشكيل حكومة، دا يقرأ الدستور، دا يدرس الدستور في سبيل غيره، دا يحاول قدر الإمكان اليوم النهوض بهوية العراق، النهوض بالعراق بعد ما قدم من تضحيات ودخلنا في الشهر الثاني. هو مستمر بثباته ومستمر بسلميته ورسالته السلمية. يعني اليوم بمشهد البارحة بأنه رسالة من لبنان، من بيروت إلى النجف إلى الناصرية، وأيضا وقفة حداد على أرواح الشهداء والتضحيات اللي قدموها. برأيك هل سيقدم الشارع المزيد من الدماء في سبيل التغيير، خصوصا بأنه قدمنا الآلاف ومئات الشهداء ولحد هذه اللحظة اللي وصلنا لها بأنه تغيير شخصية واحدة فقط؟ والله يا أخي، من سنة 79 العراقيين ليقدمون شهداء الدم من أجل هالبلد، وأنا إن شاء الله إن شاء الله هذا يكون الأخير. نعم. تحياتنا لك مؤيد، ونشكر متابعتك واتصالك. علي من السماوة، مساء الخير علي. مساء الخير حبيبي، السلام عليكم. عليكم السلام. نعم علي. ألو. اسمعك، الهواء لك، انت على الهواء مباشرة. اي حبيبي، السلام عليكم. عليكم السلام. اخوي هسه احنا الحمد لله والشكر، اول شيء يعني نعزي ذوي الشهداء الناصرية والنجف، كل شهداء العراق، ذول الابطال الاحرار اللي غيروا تاريخ العراق يعني الحديث، لهم العزاء. ثاني شيء هسه احنا الحمد لله والشكر المظاهرات مالتنا اخذت ثمارها ولو شيء بسيط، اللي هي استقاله الحكومه او السلطه التنفيذيه باكملها حسب الماده تجاي خلصت سن الحكومه. انا اريد تعديل قانون الانتخابات الجديد. زين. نعدله، اهم شيء اهم شيء قانون. منو يعدله؟ اللي عدله اول شيء شلون شكلنا الميت مجلس المية اللي حطوا الدستور مالتنا. زين. لازم هناك اكو لجنة، اكو مجلس، لازم نعدل الدستور. زين، يعني انتوا اليوم ما تعتمدون على قرارات البرلمان.
لا قرار البرلمان، هم الاحزاب نفسهم هم الانتخابات يعني. حتى لو هسه اوكي نفرض جبنا هسه انتخابات جديده وهاي نفس القانون هذا انتخابات هم نفس راح تصعد نفس الوجوه ونروح نرجع للمربع الاول. شنو سوينا؟ شنو هاي الشهداء راحت فوق ال 500 واحد على على شنو؟ يعني ما راح نسوي شيء اذا مو قانون انتخابات جديد. امشي امشي قانون انتخابات جديد يضمن حق العراقيين كلهم. ما اريد السبطه هاي الاحزاب دول يرجعون مره ثانيه لنا. زين. اي هاي اهم شيء. يعني انتخابات مبكره. انا واثق يعني هسه عدلوا قانون انتخابات جديد وانتخابات مبكره صدقني هسه يرجع الوضع كما هو. زين. بعد صدور الانتخابات جديده والحمد لله وشكرا راح نغير. يعني هسه لو تنظر يعني اما سؤالك انت تقول نساء الدم اللي اعطيناه وشي وهاي كل ثورات العالم كل يعني تغيير بالعالم لازم زين. بس مو بهذا العدد احمد احمد علي يعني علي عدنا علي عفوا علي يعني لبنان دوله مجاوره يعني ما استغرقت شهر يمكن حسب ما اذكر بانه شهيد واحد عن وضعنا طيب يعني الوضع يختلف 20,000 جريح واكثر من 400 شهيد و3000 معاق زين اي حبيبي هي هاي اهم شيء انا انوه على اثنين يعني المتظاهرين متظاهر اني وياهم ونازل للاعتصام ونازل بالسماء وياهم دائما نتناقش هاي الامور عندنا الانتخاب هذا القانون الانتخابات يجب تغييره طيب علي اليوم يعني اليوم اليوم المقاطع الفيديو اللي قاعد توصلنا بعض الافراد بعض الشباب اللي استشهدوا يعني في هذه يعني بهاي المرحله بانه ينطق الشهاده او اي اليوم هو ده يذكر بانه لا تنسحبون لا تتراجعون ما راح ينسحب وراح نواصل ثابتين اليوم طلعت الطلاب اليوم تضامن مع الشهداء يعني مع ذويهم اليوم يعني كملنا جاي نستمر احنا بالتظاهر جاي نستمر بالعصيان مالتنا اليوم هي جاي نبات نبقى بالميدان يعني مستحيل نرجع لبيوتنا الا تغيير قانون الانتخابات. نعم تحياتنا لك علي ونشكر اتصالك ومشاركتك. عندنا اتصال اخر حسين من البصره. مساء الخير حسين. حسين الو انت على الهواء مباشره حسين. حسين نصلي صوت التلفزيون اسمعني عن طريق الهاتف. الو تحياتنا لك حسين نتمنى بان تعاود المشاركه والاتصال مره اخرى. نرجع متابعينا الكرام ونتابع عدد ايضا من اللقطات اليوم منذ الساعه الصباح الاولى والطلاب العوائل العراقيه نزلت الى ساحه التحرير الى ساحه الحبوبي الى الساحات الثانيه طلاب الجامعات اللي موقفهم جيد لحد هاي اللحظة متضامنين دعمهم للمتظاهرين المعتصمين المنتفضين إذا كان في ساحة التحرير وفي المحافظات العراقية الجنوبية المستمرين بسلميتهم. هاي اللقطات وهاي الروح الوطنية والتضامن والتكاتف وبقضية بأنه العراق أولا قضية العراق والعراق والوطن فوق كل شيء. أبو عراق من النجف مساء الخير. للأسف انقطع اتصال أبو عراق من النجف. نتمنى بأن تعاود المشاركة والاتصال مرة أخرى. أيضا متابعينا الكرام يعني أكو رسالة موصولة أيضا إلى الجهات المعنية إلى القيادات إلى المحامين اليوم المستمرين بالترافع عن مجانا دعم للتظاهرات. يعني اليوم هناك رسالة عدد من الطلاب معتقلين بتهمة أربعة إرهاب في مطار المثنى. فبالتالي يعني اليوم رسالة إلى المحامين بمعرفة ملابسات الحادث وشنو القضية وليش هاي التهمة في سبيل اليوم أيضا يعني خصوصا بأن أغلبهم طلاب جامعات يعملون كمسعفين في المفارس الطبية في ساحة التحرير. خير. مساء الخير السلام عليكم. عليكم السلام. أعز الشعب العراقي هذه المصيبة اللي صارت. خل أنا أحب أقدم توجيه واحد. نعم. يا عمرو أنا أحد أشخاص الناصرية. أحد أشخاص المظلومين. نعم. أحد أشخاص اللي انسلب حقهم. من دولة الأحزاب. من هاي الجهات الفاسدة. يا حبيبي انا احب اوجه كلام واحد لاهل الناصريه. زين. احنا بالنسبه لنا ما يعوزنا كل شيء.
للأسف انقطع الاتصال، نتمنى بأن تعاود المشاركة والاتصال مرة أخرى. عندنا اتصال آخر. أسعد بن البصرة، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ تحياتنا لك. طبعا نحب نعزي الشعب العراقي. نعم. هذا اليوم الدامي من كل قلوبنا الحزن والقهر بهذا اليوم اللي للأسف الشديد، يعني مع الأسف اللي وصلنا لهيك مستوى، بحيث يعني دم العراق هيك صار رخيص، دم أبنائنا هيك صار رخيص، والمشكلة القاتل معروف زين، وللأسف ما نقدر نسوي شيء. بس بهمة المظاهرين، بهمة الرجال الغيارة، إن شاء الله ما راح يبقى أحد من عندهم هذول السفلة. زين أسعد، انطي رأيك بحرية بس بدون تجاوز، الهوى إلك، إلك حرية الرأي والتعبير بس بدون تجاوز أسعد. إن شاء الله. زين. أحب أقول المظاهرين ذول أخواننا الأعزاء. زين. أريد أكونات كفاءة، أكونات شخصيات كفاءة معروفة. أريدها تدخل بالمظاهرات. زين. اليوم هاي تدخل بالمظاهرات. نعم. حتى بالإمكان إن هي ترشح تمثل المظاهرين، والمتظاهر يكون على يقين وعلى ثقة بالشخص اللي ينتخبه. زين. من المظاهرين نفسهم. يعني هاي الكفاءة عندنا، هاي كفاءة ناس ما منتمية للأحزاب ولا من الكتل السياسية، ناس معروفة ذات كفاءة، ذات شخصيات، عايشة بالعراق، تنتمي إلى أبنائنا، من عندنا عايشة ضيمنا، عايشة معاناتنا، تمثل المظاهرين. هذول هم المفروض اللي يصير، يعني شو مثل ما تقول يعني كحزب شعب، هذا اللي نقدر احنا ننتخبه واثقين من عنده، اللي هو يمثلنا، اللي احنا نكون مطمئنين انه هو راح يمثل الشعب. طيب. انه ما راح يظلم، ما راح يفسد، ما راح ينهب، ما راح يسرق، انتمائه يكون للوطن، وطنيته تكون للشعب، للوطن. نعم. نتمنى هذا الشيء. طيب اسعد، اليوم الشعب راح يقدر بانه يقرر مصيره، اليوم ده يطالب يقول بانه احنا هذا بلدنا واحنا اللي نقرر مصيره، اللي يريده يبقى واللي ما يريده خليه يطلع. تعتقد اليوم بالكفاءات الطبقه المثقفه اليوم من نقابه المحامين التضامن، من نقابه المعلمين، من النقابات الثانيه، من طلبه العراق بكافه فئاتهم العمريه والمراحل الدراسيه، راح يقدرون بانه يطلعون بصيغه قانون انتخابات، بصيغه دستوريه تتلائم ويا المرحله الحاليه، تلائم جروح الشعب هذا اللي صار له 16 سنه ينزف دم، يعاني من الالام والاهمال والتهميش والظلم. صح. بس اخي العزيز اذا ما كان يد امينه وشخص امين يضع هذا القانون، ما عندنا ثقه باحد احنا. نعم. ما عندنا ثقه باحد، اللي يضع قانون الانتخابات راح يسير. نعم. اللي يضع القوانين والتنصيب والوزارات راح يسيد لصالح جهات معنيه معروفه. نعم. وما راح نسوي شيء، ما راح يتغير شيء. نعم. اذا ما كان قد عندنا قياده من عندنا وبينه خاصه بالشعب، اللي هو الشعب ينتخبه، ونكون احنا متاكدين وعلى ثقه ان هذا القياده هي اللي راح تنقذ العراق من الهاويه اللي موجوده. نعم. تحياتنا لك اسعد، ونشكر متابعتك واتصالك. ميثم من الناصريه، مساء الخير ميثم. اهلا، مساء الخير، السلام عليكم. عليكم السلام. انا اتكلم وياك من مدينه علمت الدنيا باسرها. نعم. معنى البطوله ومعنى نعم. الصمود ومعنى التحدي، وفي ذات الوقت علمت الدنيا معنى الكرم ومعنى الاخاء ومعنى التوحد. بيقار مثل ما كانت رمزا للبطوله والفداء، اصبحت قبل يوم رمزا للاخاء وللتوحد. نعم. فعضت على جراحها وعضت على يعني على جراح شهدائها في الأمس القريب، وتوحدت معا لتقطع دابر الطريق أمام من يحاول النيل من وحدة شعبنا ومن يحاول النيل من محافظتنا أو من هذه الثورة المباركة. فأنا في الأمس القريب صراحة كنت أول المتحفظين على موقف شيخ شاعرنا الكرام، وإذا بهم هبوا هبة رجل واحد، هبوا بقلوبهم قبل أسلحتهم ليحموا أبناء المحافظة بكليهما المتظاهرين والشرطة، فهم من نفس واحد ومن قلب واحد ومدينة واحدة، فحقنوا دماء كادت أن تسيل وتغرق المحافظة، وحافظوا على ممتلكات
ونزعوا فتيل أزمة كادت تعصف بالمحافظة عندما حافظوا على بناية قيادة الشرطة التي تحوي أعداد كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمعدات التي لو لا سمح الله لو اخترقت لكانت كارثة. هذا الموقف سطره شيوخ العشائر مثل ما وضع ديار بصمتها الأمس أمام التصدي لداعش، فلا يكاد شارع يخلو من زينة تزينه صورة شهداء. اليوم ذي قار عادت من جديد لتضع بصمة أخرى في جبين التاريخ في توحدها وفي قطع الطريق أمام المتربصين، وبل كانت نواة للتوحد على مستوى القطر. فاليوم نجد أبناء الأنبار الأصلاء وأبناء تكريت وأبناء ديالة اليوم القضية الناصرية والشهداء والثبات والقوة، وأيضا يعني اليوم وصلت إلى الدول المجاورة. يعني اليوم نشوف مقاطع فيديو من الدول المجاورة يصيحون بالروح بالدم نفديك يا ناصرية ويا نجف. نعم هذا اللي أتحدث عنه. نعم. عمر هذا النواة، هاي الروح الوطنية اللي حفزتها واللي خلقتها أبناء ذي قار. نعم. أكيد يعني هذا مو ما لم يأتي بالهين ولم يأتي إن لم تكن هناك. نعم. يعني حس وطني عالي وروح وطنية عالية لدى أبناء هذه. نعم. اليوم نعتذر منك لضيق الوقت وانتهاء وقت البرنامج. اليوم كنا فخر واعتزاز بمحافظاتنا العراقية وبشبابنا الثابتين والمصممين أيضا على التغيير بسلمية والرحمة لشهدائنا. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء.